هنالك أشخاص يرحلون عنا لكن تبقى أعمالهم وذكراهم خالدة في عقولنا، والراحل عبد الله زنجير خير مثال على ذلك. هو أحد أعمدة التعليم في سوريا وصاحب الأفكار الهادفة في تربية وتوجيه الجيل، وأحد مؤسسي قناة سنة الفضائية ومؤسس المدرسة الرقمية. صحيح، محمد توفي في 13 من شهر تموز العام الماضي، وفي ذكرى وفاته السنوية الأولى نترحم على روحه الحرة، فهو لم يقبل الظلم الذي تعرض له شعبه ووقف في وجه نظام بشار الأسد منذ بدايات الثورة المباركة. نعم مشاهدينا، نتعرف أكثر على الراحل الكاتب السوري عبد الله زنجير بالتقرير التالي ونعود للحوار. الراحل عبد الله زنجير هو إعلامي وأحد أعمدة التعليم في سوريا، توفي العام الماضي في مدينة اسطنبول التركية عن عمر يناهز 55 عاما. تبنى فكرة المدرسة الرقمية السورية في سبيل تطوير المناهج التعليمية للطلبة السوريين وعرضها في المخيمات وعبر منصات التواصل. أسس قناة سنة للأطفال إذ تعرضت مكاتبها واستديوهاتها عام 2015 لسرقة برامج مسجلة كانت معدة لمساعدة اللاجئين السوريين منقطعين عن الدراسة لإكمالها. عرف زنجير بموقفه المعارض لنظام الأسد منذ بداية الثورة السورية، وذكر بمقتل الفنان ياسين بقوش على أحد حواجز النظام عام 2013. لعبد الله زنجير العديد من الكتب والمؤلفات، أبرزها كتاب الإعلام عالم وأفكار بلا أسوار وفواصل ثقافية والتعبير جميل وكتاب كلمة الصباح. زنجير من مواليد مدينة حلب، عمل مراسلا لمجلة الإصلاح الإماراتية وكاتب لدى صحيفة العالم الإسلامي في مكة، وأحد أفراد أسرة صحيفة المستقلة قبل تحويلها إلى قناة فضائية. كان عضوا في مجلس أمناء مركز الراية للتنمية الفكرية وعضوا مؤسسا في رابطة أدباء الشام. مشاهدينا، بدنا نرحب معنا بالاستاذ محمود سكر، صديق وقريب الراحل عبد الله زنجير. اهلا وسهلا فيك استاذ محمود وصباح الخير. نور، حياكم الله استاذ محمد واستاذه الاء والمشاهدين الكرام، واسعد الله صباحكم وعزاؤنا للاحبه اليوم، رحم الله شهدائنا اليوم وفي كل يوم مثل ما تفضلت الاستاذه الاء، يراد لنا ان يكون كل ايامنا حزينه. نعم. ولكن ان شاء الله سنصنع البسمه والجمال في مستقبل باذن الله تعالى. إن شاء الله. واكيد الرحمه لشهدائنا من جديد. اليوم استاذ محمود، قديش خساره كبيره لنا نحن كشعب سوري رحيل شخص مثل الأديب عبد الله زنجير. نعم، رحم الله خالي الأستاذ الأديب عبد الله زنجير أبو راشد، وأسكنه فسيح جناته وجمعنا معه في الفردوس الأعلى إن شاء الله. في الحقيقة خسارة كبرى، نحن لما نتحدث عن طاقة معينة يفقدها الشعب السوري، هذه الطاقة لم تأتي بالصدفة، هذه الطاقة هي يعني حياة كاملة، 50 سنة من الزخم، من العطاء، من العمل، من الجهد، من التعلم، من التعليم، من التواصل، ففي طاقة فكرية هائلة لما عم نفقدها في الحقيقة عم نفقد شيء ثمين جدا. نعم. مثال ذلك الأستاذ عبد الله رحمه الله، إذا ردنا نعرف هذه الأستاذ عبد الله ممكن نبحث خلفية الأساس البدايات الأستاذ عبد الله. الأستاذ عبد الله نشأ في مدينة، وأي مدينة؟ في مدينة حلب. مدينة حلب المعروفة آنذاك، عم نحكي عن أيام السبعينات، معروفة بالحركة الفكرية، بالحركة الفنية، بالحركة القيمية الموجودة. كان نشأ في أسرة، جدي رحمه الله كان من الناس المعتدلين على مسافة واحدة من كل التيارات الفكرية، وهذا أثر في هذه الأسرة بشكل عام. شارك في النشاطات منذ صغره في قضايا كثيرة، من بدايات الفن، في بدايات فرقة أبو الجود وفرقة البراعم والفرق التربوية والترفيهية والعمل الأخلاقي والقيمي منذ نعومة أظفاره. كان في استديو صغير هو الذي يقوم على عملية نسخ هذه الأشرطة وتوزيعها اللي انتشرت فيما بعد، قبل يعني قبل لا يفتحوا سنة وكذا، وكان في عمر 10 سنوات وال12 سنة في هذا الجو نشأ،
وأيضا يعني نشأ في الضغوط، يعني منذ ذلك الوقت تعرض للضغوط الهائلة كما نتعرض لها الآن، وتعرض لها هو أيضا في المرحلة الثانية في الثورة الثانية إن صح التعبير. عندما نقول تعرض للهجرة، عندما هاجر من سوريا كان أخوه الأول قد استشهد، كان أخوه الثاني في السجن، الأخ الثالث ملاحق، وهو ابن 12 سنة 13 سنة عليه أن يذهب ويحمل أسرة والدته وأخته. تعرض للضغط الهائل الذي أثر بشخصيته لما وانقطع فترة عن التعليم، لما ذهب إلى مكة، هنا بدأ فعلا العالمية بالنسبة للأستاذ عبد الله بوجوده في مكة المكرمة. كان عنده هناك علاقات كبيرة، وهو ما يميزه بالحقيقة، علاقات مع مختلف التيارات والأفكار والشخصيات العلمية والعالمية اللي أثرت بشخصيته بشكل كثير كبير. أستاذ محمود، اليوم بالشمال المحرر وبالأخص بالمخيمات في العديد من الأطفال واليافعين اللي هن منقطعين يعني عن التعليم، ليش يوجد هالنقص الحاد هذا بالمبادرات التعليمية اللي بتخص استكمال دراستهم؟ يعني نحن بالأساس، وهذا منهج كمان كان الأستاذ عبد الله، كنا ننظر للموضوع بشكل عام إنه الظروف قطعا قاهرة. يعني نحن اليوم لدينا تحديات قاهرة جدا في الشمال السوري، ضعف الإمكانيات المادية، هذا طبعا شيء واضح ومعروف. في عندنا ضعف الإرشاد التعليمي، بمعنى أنه نحن اليوم ما عم نستطيع ننتقل إلى أساليب حديثة ومتطورة في قضية وصول المعلومة بشكل أسرع وأسهل للتعامل مع المشاكل الحالية. قضية الأزمة النفسية الموجودة لدى عدد هائل من طلابنا وأهلنا وأحبابنا. لذلك يعني ما عمل به الأستاذ عبد الله هو ذاقه نفسه في أيام فترة معينة في طفولته انقطع فيها عن التعليم نتيجة هذه الضغوطات لأسباب كثيرة. فنحن اليوم يعني قدمنا حلول، أو قدم ساهم في تقديم الحل عبر مشروعين اللي أشرت لهم في التقرير. مشروع التربوي الأول هو قناة سنة الموجهة للطفولة والجمال، لنشر الجمال واللغة العربية والتعليم والقيم والأخلاق، وأيضا في مشروع المدرسة الرقمية للوصول بطريقة ذكية وتغطية أكبر ثغرة ممكن، مما أشرت له أستاذ محمد، بطريقة إبداعية ومحاولة الوصول إلى كافة الطلاب بجهود أقل وكلفة أقل. سيد محمود، كونك ذكرت موضوع المدرسة الرقمية وكنت حضرتك شريك مع المرحوم بأعماله، لو تخبرنا أكثر عن هي المدرسة، كيف كانت تحضيرات المنهاج وشو هي الطريقة يلي كنتوا تتبعوها؟ هلا، هي المدرسة الرقمية ببساطة هو تحويل النمط الخطي إلى نمط نجمي. الخطي كان عبارة عن طريق واحد لوصول المعلومة إلى الطالب عن طريق المدرسة. حولنا هذا الموضوع بطريقة الوصول إلى الطالب بكافة حالاته عن طريق شكل نجمي، بمعنى صار له الطالب حسب حالته له البوابة المناسبة للوصول إلى التعليم، عن طريق إعداد المادة العلمية بأشكال مختلفة تصلح لاستخدامها على أدوات مختلفة. بهذا الشكل نحن يستطيع الطالب بظروف مختلفة، مثلا إذا أراد تلفزيونيا، إذا أراد عبر المنصة، ولفترة قريبة قناة حلب مشكورة مثلا كانت يعني قائمة على أحد أهم المنافذ اللي هو التعليم التلفزيوني عبر عرضها لحلقات مرئية للمدرسة الرقمية. فالمدرسة الرقمية إذن تستطيع الوصول إلى الطلاب بأشكالهم المختلفة وحالاتهم المختلفة وظروفهم المختلفة عن طريق بوابات مختلفة باستخدام المادة التعليمية وتحويلها إلى أشكال مناسبة لهذه البوابات. نعم أستاذ محمود، يعني قديش مهمة هيك مشاريع ومبادرات خيرية للطلاب، خصوصي بهالظروف اللي عم يعيشوها المنقطعين فيها عن التعليم؟ كتير مهمة أستاذ محمد، والأهم من ذلك أنه هذا الجهد في قضية المدرسة الرقمية بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أشرنا له كثيرا في عبر هذا، هو سبق عصره. يعني نحن صحيح في سوريا وصحيح ظرفنا صعب وصحيح في اللجوء وما إلى ذلك، لكن مثل مشروع المدرسة الرقمية سبق عصره. والدليل ذلك عندما أخذنا براءة الاختراع في مشروع المدرسة الرقمية، براءة الاختراع الدولية، إنما كانت منافسة لليابان بعد 3 سنوات من الأخذ والرد مع اليابان، لا تم حسم أمر إلنا أنه نحن سبقناهم في هذه القصة. لذلك يعني نحن عم نتحدث عن مشروع إبداعي يحتاج إلى، يعني رحمه الله كان ديدنه الأساسي وكان يعني ليلا نهارا وهاجسه وكل اتصالاته ومعارفه وكذا، وظفه بشكل أساسي لحشد
لقضية التعليم ولقضية المدرسة الرقمية، ولذلك نحاول قدر جهدنا واستطاعتنا نكمل المسيرة بإذن الله تعالى. الأستاذ محمود سكر صديق وقريب الراحل عبد الله زنجير، أهلا وسهلا فيك طبعا، وشرفتنا اليوم بحلقتنا لليوم، وأكيد كل الرحمة لروح الأستاذ عبد الله زنجير، ونتمنى لك يوم سعيد. شكرا لكم، شكرا أستاذ حمد، شكرا لك، أهلا وسهلا.